قد ايه بتنطلب هيك بحفلات مثلا مصارف عندهم حفله خاصه فانكشن او كوربريت؟ كثير يعني بتعرف اليسا من النجمات يلي اكثر احياء لهالحفلات يلي هن شركات عالميه شركات محليه اقليميه بيطلبوا اليسا لاغانيها وهيك، ودائما بيقولوا انه اليسا كلاس هيك في المصطلح، بيطلبوك بهيك حفله؟ بدي خبر خبريه، اليسا كلاس، بس اليسا كمان الناس بتحبها، الشارع بحبها. وبس توصل على الشارع توصل على الكلاس. الله يطول بعمرها ست فيروز. وين بتسمعها؟ وين ما بسيارة التاكسي بأهم محلات، وين ما كان. أنا وإليسا. أنت وإليسا. بحبها كتير 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 كتير. إن شاء الله تكون. وأنا بحبها كتير 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 كتير. ليش بتحبها؟ شو بتحب إليسا؟ حسها بتشبهني. كيف شكل تشبهك؟ لا والله بتشبهني. شو بيك ما هي من الدائرة. كيف تشبهك إليسا؟ عفوية. طيبة. مهضومة. وما بتفرق مع أحدا. وأنا. إليسا بتقول كلمة. غنيت بعيد ميلادها. لا إليسا حبيبة قلبي، بحبها من قلبي. صحيح، كانت عزمة هيك مجموعة من الأصدقاء فقط. شو غنيت لها من أغانيها؟ نسيت، من أغانيها؟ يعني ما شو بتحب؟ تسمع لها، بحب اسمعها. بتحب أغنية بتمون؟ بتمون حلوة. بحب اسمعها بصوتك. أنت شو شو حافظها مضبوط هلا قد ما أنا حافظها كثير منيح. إليسا بحبك، شو غني لي؟ لحظة.